الشهر هذا كل سنة مرتين في السنة نديرو زيارة في الربيع ونديرو ظروف الوعدة. وهذا الستار بن سيدي عبد الله وسيدي عبد الله بن سيدي خطاب وسيدي خطاب بن سيدي بن عزل وتروح حتى سيدي راشد نتلاقاو حنا وفليت. الشباب الصوف ضرب على قاصو لو كان تبع اي انسان اي ثمن تطلبوا على الرجال يقابلوا كان انا ولا خويا اللي نجيبوها لك. هيا راه صوركم مي صوركم بيكم بعنف حكي لي انا حكي لي مقطع مش باب ونطلبوا ربي سقم الحيه ويحيوا كاع الطعومات ينصر بلادنا وينصر علامنا وينصر جيشنا والله ينصر البلاد حيت ربي يعاوننا في كل حياه نطلبوا ربي ونقولوا رجال بلاد شرف بلادنا ما تلحق حتى دوله امين يا رب العالمين. هذا يقولوا له سيد الشيخ هو المغيث المستقبل لان كان يجي خطره في العام وكانوا الجماعه هذو كيما راك تشوف فيهم كيما هاك على مستوى الولايه هما متهر خمس خماس كانوا يجوا يطعموا فيه كانت تحط اكثر من 300 راحل يحطوا بثلاثة ويزيدوا الأربعة والخميس والجمعة. والله يفتح للجميع والله يطفي هذا النار إن شاء الله. وأنت فني الله يفتح عليك والله يجازيك. والله رايح بوتي تجيني بعد. هذه عادة تاع سيد الشرف تاع الوالدين تاع الأولياء الصالحين ما العام العام ذكرها. ذكرة سيد الشرف وذكرة اللي جا الله الصالحين كاع أجمعين. سيد الشرف هذا والي صالح. والناس يجوا من كل جهه ونفرحوا بالضيوف اللي يجونا هنا من كل بلاد. طعم سيد الشرف هذا طعم قديم طعم له قرون. سيد الشرف هذو كاين اخوانهم سيدي عفيف وسيدي عفيف خو سيد الشريف وسيد الشريف ودعم سيدي عبد الله وسيدي عبد الله ودعم سيدي الشريف وسيد الشرف هذا طعم قديم له قرون قرون كبيره احنا ما نعرفوش والدي الوالد هذا على 1714 والا اكثر هكذا كينا. واش نقول لك انا تسبا نخرجوا كما يقول لك الوالدين سمعت ووالدينا كانوا يطعموا كانوا الاخر وحنا ماذا بينا ثاني نتمسكوا بالعادات تاعهم وما هما ما في الدين. سي بو علام الطيب يقول الدنيا متوليه لذاك ذاك واللي وحيد وينو دلالو سمع ذا القول من الخلطه بركاك والناس اللي ملاح من الدنيا ملو الا كخشي بذل وقتك لاك راهو اللي حرب وعصيه في صالو اتهلا في الدين والثقه مولاك لا تكتب حد لحد تسالو وانا لازم نقول تلقى قلبي بركاك شوفك سير لاصحابك يسرالو مول الشر الا قعدوا يا سماك لا تغضمش عليه لازم تواجب والا هو جيعان نقسم مع عشاك قدره ربي خير من العبد وفعلو في خاطر ولا سيدي الشارف ومجاهر خمس خماس ولا سيدي محمد السماره كبير وصغير. عندنا الوعده مثلا تدوم يومين
ونجاهد يجوا بقواطينهم بقطايفهم بطعامهم بفلاشاتهم بخيراتهم ونعرضوا ضيوفهم بكل ولايه وكل ناحيه. وفيها طلبه وفيها علماء وفيها مشايخ ونجتمعوا هنا ونفطروا غشينا ونعشوا غشينا وندعو الدعاء للجميع.